بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثامنة التي أذكر فيها موقف الدولة العثمانية من احتلال فرنسا للجزائر، وهو موقف غريب ربما لا يفهمه أكثر الإخوة والأخوات. لماذا أو ماذا حدث من الدولة العثمانية؟ لماذا لم تقم الدولة العثمانية بمساعدة الجزائريين، وهي الجزائر تتبعها رسميا، ولاية عثمانية رسميا، وحاكم الجزائر يعين من قبل السلطان العثماني رسميا، فلماذا لم تتحرك الدولة العثمانية؟ في الحقيقة الدولة العثمانية تحركت وقدمت وبذلت، لكن الدولة العثمانية كانت كما يقال مريضة. يعني كان يطلق عليها في أوروبا منذ أول القرن التاسع عشر، يعني سنة 1800، يعني قبل الحملة الفرنسية على الجزائر بثلاثين سنة تقريبا، كان يطلق عليها في أوروبا الرجل المريض، وكانوا ينظرون كيف يقتسمون هذه الدولة وكيف يحطمون نهائيا ويقتلون ذلك الرجل المريض. الرجل المريض يحتاج إلى قتل في نظرهم، فكانوا يتباحثون فيما بينهم كيف يستطيعون أن ينهوا هذه الدولة. لكن الذي أداهم إلى عدم إنهائها مباشرة، أولا هو إرادة الله تبارك وتعالى، وثانيا هو أمر مهم، أنهم كانوا يخافون من روسيا التي على حدود الدولة العثمانية، كانوا يخافون أن تتقدم هي وتأخذ الدولة العثمانية قبل أن يأخذها الإنجليز والفرنسيون والبروسيون والنمساويون. لذلك كانوا يرفضون أن يتعاونوا مع روسيا ضد الدولة العثمانية في مرات كثيرة، وهذا هو الذي أدى إلى تأخر سقوط الدولة العثمانية أكثر من قرن منذ بداية مرضها، أكثر من قرن بقيت، وهذا غريب في تاريخ الدول، غريب وغريب جدا. لكن الدولة العثمانية في الحقيقة للأسف الشديد، يعني ربما أقول أسف شديد أو ربما أقول من حظ العرب والمسلمين، أنها بقيت قائمة على تناقضات أساسة في أوروبا وروسيا، تناقضات الساسة في أوروبا وروسيا وتناقضات مطامعهم وتداخل مصالحهم أدى إلى بقاء الدولة أكثر من قرن بعد مرضها وإنهاكها بكثرة الثورات والحروب. أسباب مرض الدولة العثمانية أسباب كثيرة جدا، يعني أنا أوجزها لأن ما أسمح بذكر حلقات وحلقات كثيرة. من أهم الأسباب يا الإخوة والأخوات الغفلة التامة عن قول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. كانت أوروبا قد قطعت شوطا طويلا فيما يسمى بعصر النهضة. لما بدأت أوروبا تنهض كانت الدولة العثمانية في أوج عظمتها وأوج قوتها، هذا معلوم، السلطان سليم والسلطان سليمان القانوني في أوج العظمة، وكانت أوروبا ما زالت ناشئة في مدارج النهضة، ما زالت دارجة في تلك المدارج، ما زالت ناشئة، ما تقارن بالدولة العثمانية. كل أوروبا ما كانت تقارن بالدولة العثمانية، لكن الدولة العثمانية ركنت إلى قوتها، وأوروبا ابتدأت المشوار الطويل في طريق النهضة. الدولة العثمانية لم تأخذ بأسباب القوة الحديثة على وجه كاف، هذه نقطة أيضا خطيرة ومهمة. دخول المطبعة تأخر قرونا في الدولة العثمانية، هذا من ناحية ثقافية. يعني من ناحية السياسية، قضايا الاهتمام بالعرب والتعريب للدولة العثمانية ما كان للأسف يجري على قدم وساق كما ينبغي، لأن نعلم أن تعريب الدولة ينشأ عن قوتها ينشأ القوة من التعريب، ينشأ عن التعريب قوة الدولة، وينشأ عن التعريب عزة الدولة بالتساقي أكثر بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. للأسف هذه أيضا سياسة كانت ما كانت متبعة أو كانت مهملة أو ضعيفة في الدولة العثمانية. الأخذ بأسباب القوة الحديثة بجميع جوانبها الفكرية والثقافية والعسكرية كان محدودا إلى حد كبير، حتى أفاقت الدولة على ضعفها وعلى قوة الأوروبيين، لكن ولا تحين مناص، أفاقت متأخرة للأسف الشديد، أفاقت متأخرة. حاول السلاطين بني عثمان إنشاء المدارس، حاولوا تدارك النقص، حاولوا سد الثغرات، كما قلت لكم كان هذا كله كان متأخرا. إضافة إلى ما يلي، هذا أمر مهم، أولا مطامع محمد علي المتزايدة والمتكاثرة. محمد علي هو واليهم على مصر، لكنه استقل فعليا عن الدولة العثمانية، وكان تبع لها، كان هو تبعا لها من ناحية الاسمية، لكنه استقل عن الدولة العثمانية، بل طمع بأخذ الدولة العثمانية، فاستولى على الشام، طبعا كانت إيالة عثمانية 100%، وتقدم في الأناضول
وكسر القوات العثمانية في أنقرة واتجه ليأخذ اسطنبول نفسها، يعني هكذا فعل. لولا أن الدول الأوروبية وقفت له بالمرصاد، على رأسها إنجلترا، وأفهمته أنه تعدى حدوده، وما كانت إنجلترا تريد نصرة الدولة العثمانية، لكنها تخوفت من سقوط الدولة على يد محمد علي واهتبال الروس الفرصة وأخذ من قسطنطينية بعد ذلك. كانت تخاف من هذا، ذلك أمرت محمد علي أمرا جازما أن يتراجع إلى حدوده الأصلية في مصر، وهذا الذي حدث بعد ذلك. لكن هذا أدى إلى تحطم هيبة الدولة، والي من ولاتها يأتي ليستولي على الأناضول ويتقدم إلى إسطنبول، هذا أدى لتحطيم سمعة الدولة وتأكد الأوروبيين تماما أن الدولة العثمانية ما عادت تقوى على الوقوف ولا عادت تستطيع مواجهة أوروبا. إذا لم تستطع مواجهة والي من ولاتها، وكيف تواجه أوروبا التي كانت قوة ضخمة بكل المقاييس آنذاك؟ هذا طبعا أدى إلى سقوط الهيبة تماما للدولة العثمانية في قلب أوروبا. أيضا الثورات المتتالية، ثورة فخر الدين المعني في لبنان، ثورة أمير الشهابي في لبنان، ثورة علي بيك الكبير في مصر، هذه الثورات أدت إلى نوع كبير من الضعف في جسم الدولة. ذلك أن الدول العربية يفترض أن تكون هي المساندة الأساسية للدولة العثمانية، هذا المنطق الإسلامي يقول هذا. فإذا ثارت الدول العربية من ثورة محمد علي وثورة علي بيك الكبير أيضا في مصر قبل محمد علي، وثورة فخر الدين المعني وثورة أمير الشهابي، إذا فعلوا ذلك الدول العربية، وكان من الطبيعي جدا أن يكون امتداد الدولة العثمانية طبيعي في الدول العربية، قوة الدولة العثمانية منشأها من قوة العرب وامدادهم للعثمانيين بالرجال والأموال، فإذا ثار العرب وفعلوا وحاولوا استقلال، فإن هذا يفت في عضد الدولة ويضعف من جسم الدولة العثمانية كما هو معلوم. يعني هذا أمر لابد أن يعرف، لابد أن يفهم مما حدث آنذاك. هذه الثورات أدت أيضا إلى تشجيع النعرة العربية ومحاولة الدول الأجنبية في شؤون الدولة العثمانية، يعني في الدخول الدول العربية وخاصة وعلى رأسها لبنان. لبنان التي حاولت أوروبا أن تتدخل طويلا في الدولة العثمانية من خلال لبنان. الإنجليز كانوا يتولون الدروز أو يوالونهم، الفرنسيون يوالون موارنة. الحروب التي قامت بين موارنة والدروز 1840-1860، كل ذلك لا شك أنه شغل الدولة العثمانية فعلا عن التفرغ للجزائر. يعني 1840 نتحدث عن دخول بعد دخول الفرنسيين بعشر سنوات، قامت الثورة والفتنة بين الموارنة والدروز بتحريض من فرنسا وبريطانيا. 1860 الموارنة والدروز أيضا تحريض من الدول الأوروبية، وكل ذلك أدى إلى انشغال الدولة العثمانية الشديد بأحوالها الداخلية. ثورات اليونان أيضا، ثورات اليونان المتتالية، وقلت لكم إن معركة نافارين في اليونان وانكسار الدولة العثمانية فيها وتحرك الأسطول الإنجليزي والفرنسي لمساعدة اليونانيين وكسر الدولة العثمانية كان قبل دخول الجزائر بثلاث سنوات، وهذا أيضا أدى إلى ضعف الدولة العثمانية ولا شك في ذلك ولا ريب. أيضا وجود كثيرين من الخونة ومراكز القوة في الدولة غير الموالية للدولة العثمانية، معنا من الدولة العثمانية دولة ضخمة كبيرة فيها أقليات كثيرة جدا، لجأ إليها عدد كبير من الأقليات، من أمثال مثلا اليهود لجأوا إليها من الأندلس بعد سقوط الأندلس، لجأ إليها عدد كبير من اليهود، فيها قوة، فيها مراكز ماسونية متخفية، فيها مراكز ثورية متخفية، فيها كثير من الأقليات التي استولت على بلاد الدولة العثمانية مثل الصرب مثل المجر، وهؤلاء يتربصون بالدولة سوءا، بل وصل منهم عناصر كثيرة إلى مراكز قيادية في الدولة للأسف الشديد العثمانية. ما أدري هل حصل هذا عن غفلة أو عن ما أدري عن إيش، لكن وصلوا إلى مراكز في الدولة ومفاصل، كل هذا أدى إلى أيضا إضعاف الدولة العثمانية للأسف الشديد. الروس ودسائسهم المتتالية ومحاولتهم وصول إلى قسطنطينية وأخذها، يعني نحن نعلم أن نابليون كان من أهدافه الكبيرة احتلال القسطنطينية بالمناسبة، ولكن أوروبا وقفت في وجهه. والقسطنطينية كان يقول نابليون بوضوح، كان يقول لو اخترت عاصمة للعالم لاخترت قسطنطينية، هي عاصمة العالم، عاصمة الدنيا لموقعها الفريد وتاريخها المجيد إلى آخره. الروس كانوا يطمحون
بالعودة أو باحتلال القسطنطينية، لأن احتلال القسطنطينية يعني إحياء المذهب الأرثوذكسي والاستيلاء على مكان مهم جدا في أوروبا وتهديد أوروبا ذاتها، فكانوا يحلمون بهذا الروس. نيقول الأول جاء وكان شديد العداء للإسلام والمسلمين، وكان يحيك المؤامرات ضد الدولة العثمانية. هذا أيضا شغل العثمانيين، لأن الروس كانوا يحاولون اقتسام الدولة المريضة بالتنسيق مع أوروبا تارة وبمعاداة أوروبا تارة أخرى. هذا كله أدى إلى نوع كبير جدا من تفتيت الدولة وإضعافها. قضية خطيرة حدثت آنذاك، وحدثت قبيل الغزو الفرنسي للجزائر، قضية اليني جيري أي الانكشارية، الجيش الجديد. الانكشارية كانوا خير عون للعثمانيين في الوصول إلى المجر، بلغراد، صربيا، ألبانيا، البلقان أخذ بالكامل، توغل كبير في أوروبا، محاصرة فيينا، كل هذا تم بفضل الله تعالى ثم بجهود الانكشارية اليني جيري، الجيش الجديد العثماني. وكانوا يؤتى بهم صبية يربون على طاعة السلطان وعلى الإسلام وعلى الإيمان وعلى القوة وعلى الجهاد في سبيل الله. هذه مهمة الانكشارية، لذلك كانوا شوكة في حلوق الأوروبيين، بل كانوا هم الجيش الفعلي للدولة العثمانية التي حازت بفضله بعد أمر الله تعالى على كل الانتصارات التي جرت في أوروبا وغير أوروبا. هذا الجيش الانكشاري مشهور، بل إن سيطرة السلطان سليم على مصر والشام ورده للشيعة الفرس كان على يد الجيش الانكشاري أيضا. الجيش الانكشاري كان قوة، وكان يخرج معهم السلطان في معاركهم دائما، سلطان سليم، السلطان محمد الفاتح، مراد، بايزيد، سليم، سليمان. لما بعد سليمان القانوني وجيء أو تولى حكم الدولة العثمانية سلاطين ضعفاء للأسف الشديد. هؤلاء السلاطين كانوا آثروا الراحة والإخلاد للأرض والترف والجلوس في الحريم، ولم يخرجوا مع الانكشارية، إنما خرج الصدر الأعظم. الانكشارية ربوا على تعظيم السلطان وطاعته طاعة مطلقة بدون مراجعة إطلاقا. ما يقول السلطان هو حكم نهائي بالنسبة لهم، لا يراجعونه ولا يناقشونه. لكن الصدر الأعظم لما كان يخرج معهم، وكان صدر الأعظم بعض الأحيان من أصول أوروبية، من أصول مجرية، من أصول صربية، فكان الإنكشارية لا يطيعون طاعتهم للسلطان، طبيعي جدا. بل تجرأ الإنكشارية وثاروا على الصدر الأعظم مرات وكرات وما أطاعوا أمره في المعارك. أدى هذا طبعا إلى تنمية روح العصيان في الإنكشارية هؤلاء. فبعد ذلك ما استطاع السلاطين بني عثمان في أوقات الضعف أن يتحكموا في الإنكشارية، بل كانت بيدهم مقاليد أمور في الدولة، وصاروا يسيرون الصدر الأعظم يعني رئيس الوزراء، يسيرون السلطان نفسه في بعض الأحيان، بل بعض الأحيان وصلوا أمر بهم إلى قتل السلطان نفسه. فسلطان محمود الثاني لما جاء وتولى وجد أن الإنكشارية هؤلاء لابد من تصفيتهم، لابد من إيقافهم عند حدهم، بل قتلهم جميعا. وهذا ما جرى، فقد استدرجهم إلى أق ميداني وقتلهم جميعا وقتل رؤساءهم، ونظم الجيش العثماني على أصول جديدة. طبعا هذه الأصول الجديدة كانت تحتاج إلى وقت طويل، ما في أيام الحملة الفرنسية على الجزائر ما كان استتب الوضع بعد للسلطان محمود، وما كان استطاع أن ينشئ جيشه على مبادئ جديدة مدة طويلة بحيث يتمكن. هذا كله أدى طبعا إلى الضعف الشديد في الجيش العثماني بعد مقتل الإنكشارية، زعماء الإنكشارية وتصفية الإنكشارية تماما، قتلوا الآلاف من الإنكشارية، وحصلت فتنة ضخمة في عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، وهذا أدى إلى إضعاف الجيش العثماني. دسائس الأوروبيين كثيرة وتحكمهم في مقدرات الدولة من الداخل وتغذية الثورات، قلت هذا أدى أيضا إلى ضعف شديد للدولة العثمانية. هنا لما نزل الفرنسيون على الجزائر، طبعا تحاولت الدولة العثمانية تدخل، حاولت تتحرك، أعلن الباب العالي كناية عن الدولة العثمانية، الحكم، مقر الحكم، يعني الباب العالي مقر الحكم، وهو موجود اليوم في إسطنبول. الباب العالي موجود اليوم في إسطنبول في متحف توبقبي، هو قصر توبقبي، هو مقر السلاطين العثمانيين، كانوا هناك يحكمون من هنالك. الباب العالي إشارة إلى توبقبي مقر الحكم السلطاني. الباب العالي أعلن حق الدولة العالية، هكذا كانوا يقولون عنها، الدولة العالية العثمانية في الجزائر، الحق الموروث التاريخي منذ القرن السادس عشر، هذا الذي يعنونه. طبعا
إعلان الضعيف. ماذا يستطيع الضعيف أن يعلن ولا أن يقول لي حق في كذا ولي حق في كذا، على أمل أن تقوم فرنسا إما بتسليمه الجزائر، وهذا محض خيال، فأنا ذكرت لكم تعلق فرنسا الكبير بالجزائر في الحلقات الماضية، أو أن تقوم بالتفاوض معه على الأقل وفرض الشروط. نعم فرنسا تفاوضت مع باب العالي، لكن الشروط كانت مهينة ومجحفة، لم يقبلها باب العالي، فأدى هذا إلى أن فرنسا استقرت في الجزائر، بل أعلنت في يوليو سنة 1834 أن الجزائر هي امتداد طبيعي لفرنسا، وأنا جزء من التراب الفرنسي الوطني. تصوروا هذه المهزلة، المأساة، بين فرنسا وبين الجزائر 950 كيلا من المياه في البحر الأبيض المتوسط، ولم ترتبط الجزائر قط بفرنسا إطلاقا على مدار تاريخها، وليس بين الفرنسيين وبين الجزائريين أدنى علاقة، لا في الدين، لا في اللغة، لا في العادات، لا في التقاليد، لا في الجنس، أي شيء مطلقا، ليس هناك علاقة بين الجزائريين والفرنسيين. لكن هكذا أرسلت في الحقيقة تركيا عدة مذكرات إلى فرنسا، من المذكرة سنة 1246 سنة 46 و200 و1000، هنعلم أن فرنسا دخلت الجزائر سنة 45 و200 و1000، 1245 1830 ميلادي. فمذكرة سنة 1246 سنة 1831 ميلادي نصت على حقوق الدولة العثمانية في الجزائر بموجب المواثيق والأحكام المرعية بين الدولة العلية والدولة الصديقة. دولة الصديقة يعني فرنسا، وكانت فعلا فرنسا صديقة للدولة العثمانية قرونا طويلة منذ القديم، بناء على المعاهدات بين والأحكام المرعية بين الدولة العلية والدولة الصديقة منذ القديم، فإن حقوق الدولة السنية بالجزائر ثابتة في جميع الأزمان، ولهذا يجب استرداد الجزائر إذ لا إشكال في أنها حق موروث للدولة العلية. هكذا أرسلت رسالة. هذه الرسالة طبعا يعني رميت واستهزئ بها من قبل الفرنسيين الذين أفهموا العثمانيين بوضوح عن طريق قنصلهم في إسطنبول أنه لا مجال للجزائر أن تتراجع عن أخذ، لا مجال لفرنسا أن تتراجع عن أخذ الجزائر إطلاقا، أفهموه بكل وضوح. هنا فرنسا اتجهت، أعني الدولة العثمانية اتجهت إلى التنسيق مع عدو فرنسا التقليدي على مدار التاريخ وهي بريطانيا. بريطانيا عدوة لفرنسا كما هو معلوم، وهي التي قامت في وجه فرنسا خاصة بعد الثورة الفرنسية الكبرى، وأعلنت المقاطعة التامة لفرنسا، وحثت الأوروبيين على مقاطعة فرنسا، وحاصرت فرنسا بحريا، كل هذا معلوم يعني من تاريخ بريطانيا وفرنسا. هنا الدولة العثمانية اتجهت إلى فرنسا لتضرب، إلى إنجلترا لتضرب فرنسا بإنجلترا وإنجلترا بفرنسا، وهذا من سياسة الدولة العثمانية كما قلت لكم التي عاشت بها في القرن الأخير لها، عاشت على سياسة متناقضات بين الدول الأوروبية. فرنسا رئيس وزراء بريطانيا اسمه بالمرستون حكم بريطانيا 40 سنة، رأس وزراء بريطانيا 40 سنة، وفي 40 سنة كان عدوا لدودا للجزائر، لفرنسا أعني، وسياسة فرنسا في أوروبا. بالمرستون في الحقيقة حاول أن يفعل شيء، لكن أفهم السلطان العثماني أنه لا مجال إطلاقا لعمل شيء حتى تحل قضية بلجيكا وقضية البرتغال. ما يعني أفهمه أنه من بداية لا يصنع شيئا. هنا اتجهت تركيا أو باب العالي للتنسيق مع زعيم نمساوي مشهور اسمه مترينيخ. مترينيخ زعيم نمساوي كبير وديكتاتور كبير وعمدة أوروبا آنذاك، حاول التنسيق معه، لكن مترينيخ أفهم الدولة العالية أنه ينبغي عليها أن تترك قضية الجزائر قليلا، لأنه مقتنع تمام الاقتناع مترينيخ هذا أن الجزائر لن تستطيع أن فرنسا لن تستطيع أن تصنع شيئا في الجزائر، وأنها ستنسحب خاصة بعد مقاومة قسنطينة المشرفة سأذكرها إن شاء الله في الحلقة المقبلة. أفهموا أنه لن يستطيع أن يصنع شيئا الباب العالي، وليترك قضية الجزائر قليلا. هذه بعد مذكرات كثيرة قامت بها الدولة العثمانية عن طريق نامق باشا السفير. هنا أرسل العثمانيون أسطولا بحريا إلى طرابلس الغرب بعد أن فهموا أنه لا يمكن عن طريق السياسة عمل شيء، فتجهوا إلى القوة. هذا الأسطول لما اقترب من طرابلس الغرب، يعني اقترب من الجزائر كثيرا، أرسلت فرنسا أسطولها لمحاربة أسطول العثماني. رأى الصدر الأعظم، وأظن أن رأيه كان سديدا، أن لا مجال هناك المقارنة بين أسطول العثماني خاصة بعد تحطمه في نافارين وبين أسطول الفرنسي، فآثر الانسحاب
إلى فرنسا، لكنه أعلن أن ما زال للدولة العثمانية حق ثابت في الجزائر لا يسقط مهما كان. في طبعا رد روسين الفرنسي في سنة 1836 على الدولة العثمانية بأنه لا يمكن أن تعيد الجزائر إطلاقا، خاصا هذا 1836 بعد إعلان فرنسا بسنتين أنها امتلكت الجزائر إلى الأبد وضمت الجزائر إلى الأبد وأن أصبح جزءا من التراب الفرنسي، هذا طبعا معلوم. وهددت فرنسا الدولة العثمانية أنها إذا ساعدت باي قسنطينة وفي ثورته أو في جهاده ضد فرنسا أنها ستعلن الحرب على الدولة العثمانية هكذا وبقوة. يعني هنا أرسلت الدولة العلية أسطولها إلى طرابلس الغرب ردا على هذه التهديدات، وقامت فرنسا أيضا لتقاتل. تدخل السفير العثماني هنا، دخل السفير الإنجليزي هنا ليفهم الدولة العثمانية أنها لا ينبغي أن تفكر في الجزائر بعد ذلك. يعني هؤلاء ينصرون بعضهم بعضا، الإنجليز ينصرون الفرنسيين، وأفهم السفير الإنجليزي في إسطنبول أفهم الدولة العالية أنها لا ينبغي أن تترك الجزائر مطلقا وإلى الأبد. انسحب العثمانيون على إثر ذلك التهديد أو على إثر ذلك الإفهام من الإنجليز، وطردهم الفرنسيون حتى دخلوا مضيق الدردنيل في معركة بحرية غير متكافئة. ثم لما استولت فرنسا على قسنطينة سنة 1837 كما سيأتي، أرادت الدولة العثمانية أن ترسل مساعدات لأحمد باي، باي القسنطينية حاكم القسنطينة، يعني حاكم قسنطينة، لكن فرنسا ردت وقالت إن إرسال الدولة العثمانية مع مساعدات سيكون بمثابة إعلان حرب. وهنا أرسلت الدولة، يعني لما أرسل باي قسنطينة ليستثير العثمانيين ويطلب منهم النجدة، السلطان محمود ما استطاع أن يصبر، عقدوا مجلسا آخر للشورى. وزير البحرية طلب أن من باي تونس، طلب أن الدولة العثمانية تطلب من باي تونس حاكم تونس يعني أن يتدخل ويرسل مساعدات عن من طريق الحدود القريبة جدا من قسنطينة، لكن باي تونس آثر ألا يتدخل في القضية خوفا من الفرنسيين. وفي لم تسكت الدولة العثمانية بالمناسبة، سنة 1870 بعد دخول فرنسا بأربعين سنة كان هناك جمعية اسمها جمعية الخيرية الإسلامية لدعم الجزائر المحروسة، وكان هناك ولد لعبد القادر الجزائري خرج من دمشق واتجه إلى تونس اسمه محي الدين. والدولة العثمانية حاولت مساعدة محي الدين عن طريق بعض الضباط العثمانيين وبعض المساعدات العثمانية في تونس ليدخل محي الدين إلى قسنطينة ويبدأ الجهاد ضد الفرنسيين من جديد. هنا فرنسا حذرت باب العالي ومارس عليه ضغوطا شديدة أنه إذا صنع ذلك كان هذا يعني إعلان حرب عليه وتحريض الدول الأوروبية عليه. هنا لم يجد الباب العالي بدا من سحب ضباطه وسحب معوناته من تونس وتنصل من محي الدين ابن عبد القادر الجزائري. وهنا طبعا كفت الدولة العثمانية إلى نهايتها من التدخل في شؤون فرنسا في الجزائر. هذا يبين لنا بوضوح أيها الإخوة والأخوات أن الدولة العثمانية بذلت كل جهدها وكل طاقتها في الحقيقة من أجل صنع شيء للجزائريين، من أجل إخراج فرنسا من الجزائر، لكن الظروف لم تكن مواتية والأحوال لم تكن مساعدة. فالدولة العثمانية كانت في قمة ضعفها آنذاك، وما ذكرت لكم من ثورات ومن مكائد ودسائس، لكنهم جزاهم الله خيرا ما سكتوا، حاولوا وسعهم، أرسلوا أساطيلهم أكثر من مرة، ونسقوا مع باي تونس أكثر من مرة، ونسقوا مع طرابلس الغرب التي كانوا يحكمونها فعلا أكثر من مرة عن طريق الحدود مع الجزائر، لكن الأمر كان أكبر منهم. وأوروبا لم ترد فعليا مساعدة الدولة العثمانية بالمناسبة. هنا أوروبا، هذه أخاتي ما أختم بها ومهمة أن تعرف، أوروبا لم تنصر يوم من الدولة العثمانية، وما حدث من نصر بعض الدول الأوروبية للعثمانيين إنما لاعب على المتناقضات، وإنما هو إيقاف لروسيا حتى لا تأتي لتأخذ الدولة العثمانية، وإنما هو نكاية مثلا في فرنسا من قبل الإنجليز أو نكاية في الإنجليز من قبل فرنسا، هذا الذي كان يحدث على مدار تاريخ الدولة العثمانية. فلما ضعفت كان ذلك أحرى أن لا يساعدها الأوروبيون وأن يتركوها لمصيرها حتى تنتهي.
لكنهم جزاهم الله خيرا قدموا كل ما يستطيعون من باب التعاون الإسلامي ومن باب واجبهم في إنقاذ إخوانهم الجزائريين، وقدموا كل ما يمكن لهم أن يقدموا، ومارسوا ضغوطا وتحركوا أساطيلهم وبذلوا كل ما يستطيعون، فجزاهم الله خيرا على تلك المساعدة. وبها يتبين أن الدولة العثمانية حاولت أن تساعد ولم تقف مكتوفة الأيدي ولم تقف متفرجة، وحاولت أن تقوم بواجبها الإسلامي وأن تقدم مساعدات ما استطاعت، لكن الأمر كان يفوق قدرتها وطاقتها. وهنا نختم هذه المرحلة لنذكر بعد ذلك جهاد إخواننا الجزائريين في الغرب الجزائري وشرق الجزائري، شرق الجزائري في قسنطينة والغرب الجزائري على يد عبد القادر الجزائري، وهذا ما سأذكره إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.